بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة مستر علاء ابراهيم. ان شاء الله النهاردة هنكتب مع بعض باراجراف عن ميني فورست، منظمة ميني فورست. في البداية ارجو من حضراتكم دعم القناة بعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الاشتراك. اول حاجة نكتب في نص السطر ميني فورست، منظمة ميني فورست. ميني فورست is an organization that plants small areas of trees in the middle of our cities. ميني فورست هي منظمة تزرع مساحات صغيرة من الأشجار في وسط المدن الخاصة بنا. ميني فورست helps people enjoy nature and helps our wildlife. تساعد ميني فورست الناس في الاستمتاع بالطبيعة كما تساعد الحياة البرية لدينا. We always plant trees that grow naturally in an area. دائما نزرع نباتات تنمو بصورة طبيعية في منطقة معينة. We carefully look after them until they become a small forest. نعتني بهذه النباتات بعناية أو بحرص حتى تصبح غابة صغيرة. We need more volunteers to join the mini forest movement. نحتاج المزيد من المتطوعين للانضمام إلى حركة ميني فورست. كده نبقى انتهينا من كتابة باراجراف عن ميني فورست أو منظمة ميني فورست. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.